بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع سلسلة التمارين والوضعيات المقترحة لاختبارات الفصل الثالث للسنة الثالثة من التعليم المتوسط. ومع هذا الموضوع المقترح في تمرينه الأول، يقول: أنجز السلسلة الوظيفية لإشعال مصباح بتدفق الماء. ثم المطلب الثاني: أنجز السلسلة الطاقوية الموافقة. إذن فالسلسلة الوظيفية لتوهيج مصباح بتدفق الماء هي كالآتي. إذن فلدينا السلسلة تتركب من الجمل التالية: يكون لدينا الماء، العنفة، الدينامو، المصباح. والماء يسقط فيدير العنفة، العنفة تدور فتدير الدينامو، الدينامو يدور فيغذي المصباح فيتوهج. إذن هذا هو مخطط السلسلة الوظيفية. نترجم هذا المخطط إلى سلسلة طاقوية. إذن السلسلة الطاقوية لتوهج مصباح بتدفق الماء، يعني نحول أفعال الحالة وأفعال الأداء إلى أنماط تحويل وأنماط تخزين للطاقة. إذن فالماء يسقط، فالطاقة التي يخزنها هي طاقة كامنة ثقالية وطاقة حركية EPP وEC. حينما يسقط الماء فإنه يدير العنفة، إذن فهناك تحويل ميكانيكي. العنفة تدور فهي تخزن طاقة حركية، حينما تدور فإنها تدير الدينامو، إذن فهناك تحويل ميكانيكي من العنفة إلى الدينامو. الدينامو يدور فيغذي المصباح، إذن الدينامو يدور فهو يخزن طاقة حركية ويغذي المصباح، فهو تحويل كهربائي. المصباح يتوهج فهو تخزين طاقة داخلية. إلى الوضعية الثانية مباشرة، يقول: إليك المقاومتين R1 وR2، R1 على اليسار شرائطها أخضر أزرق بني، المقاومة R2 برتقالي أصفر أحمر. أحسب كل من R1 وR2 باستعمال الترميز بالألوان. إذن R1 تساوي، نبدأ من اليسار إلى اليمين، الأخضر رقمه 5 كتبنا 5، الأزرق رقمه 6 كتبنا 6، والبني 1 فهو 10 قوة 1. إذن لدينا 560 أوم، هذه المقاومة R1. المقاومة R2 بنفس الكيفية، R2 برتقالي 3، أصفر 4، وأحمر 10 قوة 2، يعني 34، ثم نضيف لها صفرين 10 قوة 2، إذن R2 تساوي 3400 أوم. المطلب الثاني يقول: أي المقاومتين تمرر تيار الأكبر أو تيارا أكبر؟ علل إجابتك. إذن فالمقاومة R1 هي التي ستمرر تيارا أكبر عندما يطبق عليهما نفس التوتر. ينبغي أن لا نهمل هذا، يعني إذا غذيناهما بنفس التغذية، أعطيناهما نفس التوتر الكهربائي، فإن R1 المقاومة R1 هي التي سيمر فيها تيار أكبر. لماذا؟ لأن شدة التيار المار في المقاومة تتناسب عكسيا مع قيمة هذه المقاومة وفق العلاقة التي درسناها في قانون أوم. E يساوي E على R، يعني هنا لاحظ بأن شدة التيار التي تمر في المقاومة تتناسب معها عكسيا، يعني كل ما زادت قيمة المقاومة الموجودة في الدارة الكهربائية تقل شدة التيار، والعكس صحيح، كلما نقصت قيمة المقاومة تزيد شدة التيار. إذن هنا التوتر ثابت لأننا نغذيهما بنفس التوتر. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثاني والتبرير. نمر إلى
الوضعية التي من المفروض أن تكون إدماجية. يقول في هذه الوضعية: تناقشت أسماء مع أخيها خالد حول الدارة الكهربائية الموضحة في المخطط الآتي بعد تركيبها، حيث قالت أسماء أن شدات التيار التي يعطيها أو تعطيها أجهزة الأمبيرمترات الأربعة مختلفة القيم. ما رأيك في ما قالته البنت؟ إذن فإجابة أسماء خاطئة بطبيعة الحال. لم يطلب التعليل. التعليل يتمثل في الآتي: إن طلب، لأن هذا ربط على التسلسل، ونحن رأينا أن في الربط على التسلسل شدة التيار هي نفسها في جميع نقاط الدارة، أي تكون ثابتة لا تتغير، وبالتالي يفترض أن تشير الأمبيرمترات الأربعة إلى نفس الشدة، إلى نفس القيمة عند غلق القاطعة. يقول: بعد غلق القاطعة أشار الأمبيرمتر A1 إلى القيمة 0.4 أمبير. ما هي القيمة التي يشير إليها A2 وA3؟ أعلل إجابتك. مثل ما ذكرنا، A2 وA3 يشيران إلى نفس القيمة التي أشار إليها A1، أي E تساوي 0.4. لماذا؟ لأن في حالة الربط على التسلسل شدة التيار ثابتة أو هي نفسها في جميع نقاط الدارة المتسلسلة. يقول: يشير V1 إلى التوتر الكهربائي بين طرفي L1 وقيمة ذلك هي 5 فولت. يشير V2 إلى التوتر الكهربائي بين طرفي L2 وهي 6 فولت. ويشير L3 إلى التوتر الكهربائي بين طرفي L3 وهي 8 فولت. المطلب الأول: احسب التوتر الكهربائي بين طرفي المولد. إذن فالتوتر الكهربائي بين طرفي المولد هو UT. ماذا يساوي؟ إذن من خلال القانون الذي درسناه في الربط على التسلسل، UT يساوي E1 زائد E2 زائد E3. التطبيق العددي: UT يساوي 5 فولت زائد 6 فولت زائد 8 فولت. UT يساوي 19 فولت. يعني هذا مولد من نوع خاص، دلالته تساوي 19 فولت. هكذا يقول صاحب الموضوع. بعد ذلك احسب التوتر حسبنا. ثالثا: احسب استطاعة التحويل لكل مصباح. اذا استطاعة التحويل لكل مصباح بتطبيق العلاقة: P1 تساوي E1 في E، 5 فولت في 0.4، فاستطاعة تحويل المصباح الاول هي 2 واط. استطاعة تحويل المصباح الثاني P2 يساوي E2 في E، 6 فولت في 0.4 يساوي 2.4 واط. استطاعة تحويل المصباح الثالث P3 تساوي E3 في E، 8 فولت في 0.4 يساوي 3.2 واط. بعد ذلك احسب استطاعة التحويل للمولد. إذا استطاعة التحويل للمولد PG تساوي UG في E، يعني هنا رمزنا للمولد بالرمز G، جينيراتور، بتطبيق فقط للتمييز PG تساوي UG في E. UG وجدناها 19 فولت في 0.4، نجد الحاصل هو 7.6 فولت. إذا أردنا أن نقارن بين استطاعة تحويل المولد واستطاعة تحويل المصابيح الثلاثة، سنجد أن استطاعة التحويل محفوظة أثناء التحويل من المولد إلى المصابيح. يعني نجمع المقادير: 3 زائد 2 زائد 2 زائد 2.4 زائد 2، نجد 2.4.7.7.6 بالتمام. نعم، وبالتالي نقول أن استطاعة التحويل محفوظة من المولد إلى عناصر الدارة، ومن ثم تكون الطاقة كذلك محفوظة أثناء التحويل. يعني بما أن الاستطاعة محفوظة، فالزمن هو عمل مشترك في الدارة. يعني إذا شغلت المولد لمدة زمنية، فتشغيل المولد هو نفسه تشغيل العناصر الموجودة في الدارة، وبالتالي تكون الطاقة محفوظة. هذا إذا طلب هذا السؤال، يعني هنا هو غير مطلوب. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم،
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.